السلام عليكم البنات والميمات، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. مرحبا بالجميع معايا، مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، مرحبا والف مرحبا ومرحبا بالناس القدام. وكنقول لكم اخواتي ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك وتعليق محفز وشكرا لكم. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله بوسنيخه او شباكيه الحليب، كتجي زوينه بزاف. تابعوا جميع المراحل ودابا نبداو على بركه الله، نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وكيف ما كتشوفوا معايا فانا في دار والديا ودابا نبداو على بركه الله. وهذا العسل اللي وجدت في دارنا بصراحه كيجي زوين بزاف، نفس طريقه تحضير العسل اللي كنتشارك معاكم نفسها. فانا مؤخرا حطيت معكم الطريقه ديال تحضير العسل مع البليغات، واليوم ان شاء الله غنتشارك معاكم بوسنيخه ديال الحليب، وغدا عاود غنتشارك معاكم معسلات اخرين او بليغات. المهم هادو هما اللي كيعجبوا والديا، غنحضرهم ليهم باش يدوزوا بهم رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان. صافي غنتشارك معكم ان شاء الله جميع التفاصيل، كنتمنى تستافدوا معايا، تابعوا جميع المراحل. ودابا بسم الله على بركه الله نبدا في التحضير. غنحتاج 125 غرام ديال الزبده مارغرين لذه، وغنحتاج كاس ونص ديال الحليب. صافي غندوبهم فوق النار ونرجع معكم. هنا حطيت كيلو ديال الطحين خاص بالحلويات او 10 ديال الكؤوس ممسوحين عنبه. صافي كنوضع جوج شاسي فاني وواحد خميره ديال الحلويات، وكنعجن بالزبده مع الحليب اللي انا مدوباهم. اكيد خاصهم نخليهم حتى يدفاو، ما نستعملهمش وهما سخانين بزاف. صافي كنوضع بيضه واحده وقبصه ديال الملح وكنبدا نعجن، وكنستمر نجمع في العجين. فانا تشاركت معكم الطريقه ديال العجينه ديال البسنيخه كامله باش تستافدوا معايا. وهنايا عندي كاس ديال ماء الزهر، صافي كنبدا نجمع به العجين. فالعجين ديالي تقريبا خدا مني المقادير اللي نتوما شفتوا معايا، كاس ديال ماء الزهر وكاس ونص ديال الحليب. صافي 125 غرام ديال الزبده تجمع معايا، ولكن كيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الطحين، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي لا، ممكن تحتاجوا شويه ديال ماء الزهر وتزيدوه. صافي فالعجين ديالنا ما كيخصوش يجينا هكا قاسح بزاف، وما كيخصوش يجينا مرخوف، خصوصا انه مرخوف باقي الا كان قاسح كنزيدوا شويه الحليب. وهذا هو القوام ديال العجين كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كتجي شويه قاسحه. ودابا غنقسموا العجين على 10 ديال الحرابيل. وهنايا قطعت العجين كامل على 10 كيف ما كتلاحظوا. صافي وكنبدا نشكل حرابيل. صافي نبقى مستمره بنفس الطريقه نكملهم ونرجع معاكم. ودابا كملت. صافي كناخذ الحرابيل كنوضعهم في بلاستيك غذائي وفي واحد الميكا. صافي غنحطهم كاملين في ميكا ونخليهم يرتاحوا مده نصف ساعه او اكثر على حسب الوقت اللي عندكم باش ما يرتاحوا، باش ما كيساعدونا في العمل. ودابا بعد ما ارتاحوا الحرابيل صافي كناخذ واحد وكنبدا نبسط، كنبسطو ونشكلو على شكل مربع. صافي ونخليه يرتاح. صافي نكمل بنفس الطريقه ونرجع معاكم. وكنتمنى خواتاتي الفيديو يعجبكم وتستافدوا معايا في هذا لا فيديو، واللي كتمنى شي حاجه في خاطرها يا ربي تحققها ليها، يا ربي تعطي لكل واحد اي حاجه كيتمناها، يا ربي تيسر امور الجميع. ودابا بعد ما كملت من التشكيل ديال العجين كله مربعات، صافي كنرجع للاولى كتكون ارتحت. صافي وكنبدا نبسطها شويه بالدلك باش ندوزها في الماكينه ديال الشباكيه نزيدو نبسطوها. صراحه هاد المعسلات اللي وجدت في دارنا كيجيو مقرمشين واقتصاديين، اللي كتعجبها القرمشة غير تجربهم على ضمانتي. وهنا دابا غنبسطها في الماكينه، كندوزها من رقم 3 ونعاود ندوزها عاود نخرجها من رقم 2. صافي وكتكون وجدات كيف ما كتشوفوا معايا. فانا حطيتها غير فوق البوطاجي، ما كتقادش ليا فوق البوطاجي، ما كتزكاش، كيخصني نحطها فوق الطابله ديال الخشب باش نزكيها باش تساعدني في الخدمه. وهنا العجين ديالي وجد بعد ما خرجته من رقم 3 والرقم 2. صافي هو واجد. وهنا خليتها في رقم 2. صافي كنبدا نقطع باش كتخرج ليا العجين خيوط. فممكن اللي ما عندهاش الماكينه ديال الشباكيه انها تستعمل القطاعه ديال البيتزا. صافي بعد ما كتسرح مزيان العجين حتى يلقاق، صافي كتقطع القطعة ديال البيتزا، كتبقى تقطعها هكا خطوط طوال، واخا كتدي شويه الوقت ولكن اللي ما عندهاش تقضي بها. وهنايا نبدا نقادها، كنتمنى يكون كلشي واضح ليكم.
صافي كنبدا نقادها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاول ننفخ دوك الخيوط باش كيجيو مقادين صافي. وكنضغط عليها مزيان بصباعي باش ما كتحلش لينا صافي. وكنبقى مستمره وانايا كنقاد. ودائما الحجم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا كندير حجم متوسط ما كبير ما صغير صافي. ودابا كنبدا نقطع بالموس واكيد كنضغطوا عليها مزيان من الجنب باش ما كتحلش صافي. بصراحه كتجي زوينه كيف ما كتشوفوا معايا. فانا صايبت هاد واحد الكميه كيف ما كتشوفوا صافي. وغنبقى مستمره بنفس الطريقه وانايا كنصايب حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. وهنا بعد ما كملت هذه هي الكميه اللي عطاتني كيلو ديال الطحين كيف ما كتشوفوا صافي. ان شاء الله غنمروا باش نبداو نقليوهم. الاحسن نخليوها شويه تنشف عاد نبداو نقليو. وهنايا صافي وضعت الزيت في المقله سخن وكيف ما كتشوفوا العسل فانا مسخناه باش كيجرى باش ما كتبقاش تهرس لينا البسنيخه حيت هي غير خيوط. صافي الزيت ها هو سخن فكنحتاجوا الزيت كنكثروه شويه باش تغطى لينا البسنيخه باش كطيب وكتحمر وكتجي زوينه صافي. غنبدا نحط باش نقلي. صافي نخليها حتى تحمر ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها. وهنايا بعد ما تحمرت كيف ما كتشوفوا بصراحه كتجي زوينه ما كتهرش كتجي ناجحه 100%. صافي كنبدا نطفيها في العسل بعد ما كنسقطرها مزيان بعدا من الزيت وكنبقى مستمره. صغير قبلوا على التصوير كيف ما كتشوفوا فانا نسيت السيبوره في داري صافي. فانا كنشد بواحد اليد وكنصور بوحده. وهنايا كنبقى نسقطرها عاوتاني من العسل وكنوضعوها في شي شبيكه باش تسقطر من العسل صافي حتى تبرد عاد باش كنحطوها في شي سوبيره او لا المهم اللي بغيتو صافي. نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معاكم. وهنايا بعد ما كملت كيف ما كتشوفوا معايا صافي حنا حطيناها في السوبيره فهي كتجي زوينه بزاف بصراحه. كتجي شاربه العسل وكتجي مقرمشه ولذيذه. ورشيتها بشويه زنجلان. ها نتوما نقطع معاكم وحيده كنهرس معاكم وحيده باش تشوفوا معايا بصراحه كتشهي. جربوها بصحتكم وراحتكم وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو الى عجبكم. وان شاء الله غنتشارك معكم عاود البليغات واخا سبق ليا تشاركت معكم بليغات في داري ولكن هادو عاوتاني اقتصاديين اكثر نستغلهم كمشروع في هاد العواشر بصراحه غير ربحوكم حيت كيطلعوا رخاص. ودابا نبدا على بركه الله في التحضير. كنحتاج كيلو ديال الطحين ونص كيلو ديال الزنجلان وغنحتاج بيضه واحده وتسع ملاعق ديال ماء الزهر وجوج شاسي فاني وواحد خماره ديال الحلويات ونص وغنحتاج تسع ملاعق ديال الزبده مذابه زبده مارغارين اللي انايا ذوبتها صافي. كنخلط النواشف وكنزيد قبصه ديال الملح صافي. ونضيف بيضه واحده صافي. ونضيف الزبده 9 ديال الملاعق صافي. نضيف جوج شاسيات ديال الفاني وغنضيف 9 ملاعق ماء زهر صافي. كنزيد العشرة ما بقى والو في القرعه نخويها صافي. وكنزيد خماره ونص ديال الحلويات صافي. هنايا عندي ماء دافي باش غنعجن. كنجمعوا العجين ديالنا بالماء الدافي واكيد كنحسب هكا بالكاس ديال العنبه شحال من كاس خدا مني العجين كياخذ مني ديك 3 ديال الكيسان ونص على حسب الطحين صافي. غنعجن ونرجع معاكم باش تشوفوا القوام ديال العجين. اوكي يكون هذا هو القوام ديال العجين فهو قبض راسه. صافي نقسمو. هنا قسمته على 4 صافي. وضعته في بلاستيك غذائي ونخليه واحد ربع ساعه ونبداو ان شاء الله.
وهنا كنرش شويه ديال الطحين وكناخذ كره من العازين وكنبدا نبسطها. حاولوا ترققوا ما امكن. دابا بعد ما سرحت العازين فانا رققته كيف ما كتلاحظوا. صافي كنبدا نحيد الزوائد هاد الجوانب، كنحيدوهم وكنطرفوهم حتى نعاودو نخدمو بهم، حتى حاجه ما كتضيع. نؤكد فانا خديت واحد، كتاخذوا شي كرتونه اولا واحد الجوا ديال الضفطر وكتقطعوه كتعبروا فيه 4 سنتيم باش كيجيكم الحجم متوسط، ولا بغيتو شويه كبير كديروا 5 سنتيم وكتبداو تقطعوا بهذه الطريقه كتجي سهله. صافي ملي كنكمل كنعاود ندير عاوتاني من الجهه المعاكسه باش كنشكلوا العزين ديالنا كل مربعات وكيكونوا متساويين. بصراحه فانا كنت تشاركت معكم الطريقه ديال التقطيع بحال هكا بالدلاك. هاد المره درت معكم عاوتاني هاد الزوه ديال الضفطر، طريقه سهله وكتجي زوينه. صافي وكنبدا نشكل بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا البليغات، بصراحه كيجيو زويونين وما كيمحنوناش في الخدمه، اقتصاديين وزوينين وكيجيو مقرمشين واحد القرمشه لذيذه. كيف ما كنعرفوا جميع فالبليغات الثمن ديالهم كيكون 70 درهم بدون لوز، ولا كانوا باللوز راه كيكون الثمن ديالهم اكثر. فممكن انكم ديروهم كمشروع في هاد العواشر اللي بغات تخدم وتعاون راسها، فالطريقة سهلة وهم اقتصاديين. الله يسر أمور الجميع. صافي كنبقى مستمرة. صافي نكمل الكمية كلها اللي عندي ونرجع معاكم. فالطريقة سهلة كيف ما شفتوا معايا وكيجيو زويونين. ودابا كملت، هذه هي الكميه اللي عطاني العزين اللي انا تشاركت معكم. بصراحه كميه شويه كبيره فهما ساهلين دغيا كيطلعوا، فانا نكون بوحدي تقريبا دوزت فيهم شي جوج ساعات حتى ثلاثه وكملتهم. وهنايا صافي بديت القلي بعد ما خليتهم نشفوا والزيت سخن، والزيت دائما خاصكم تكثروه شويه. صافي والعسل ها هو خاطر. صافي كنبقى نقلي ومن بعد ما كيتحمروا صافي كنطفيهم في العسل، كنصفيهم مزيان من الزيت عاد كنطفيهم في العسل. والحمد لله المعسلات اللي تشاركت معكم جاو زويونين كلشي عجبوهم. بصراحه الام ديالي كيعجبوها هكا المعسلات اللي كيكونوا مقرمشين، كتعجبها ديك التقرميشه، وحنا كاملين كيعجبونا وديت الرضا ديالهم اللهم لك الحمد. وهذا الشيء اللي قدرت نصور معكم وكنكمل بنفس الطريقه. صافي وكنبدا نصفيهم عاود من العسل من بعد ما كنغطسهم مزيان في العسل باش يشربوه. صافي وكنحطهم باش يتسقطروا عاوتاني من العسل ونخليوهم يبردوا. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكميه، بصراحه كميه كثيره شويه بزاف وكيجيو مقرمشين كيف ما كتلاحظوا. بصراحه كيجيو مقرمشين ولداد. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. تهلاو في ريوسكم وفي الصحيحه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.